اسمي زهراء فحص، عمري 14، بصف التاسع. وقت ما كان عمري 9 سنين كنت بحب اشتغل كروشيه وهالاشياء، بس كانش في حدا يعلمني، وكان في كانش في محل. فلما كان عمري تقريبا 10 أو 10 ونص فتح محل كروشيه بجبشيت، هو محل ملاك. وتعلمت عن ده، تعلمت عن الاساسيات والقطب وهيك، وبعدين هيك كملت حالي على اليوتيوب، صرت اتعلم طلع افكار وهيك وتعلمت. بشتغل مثلا مزازاتين، مثلا طاقيات، كان مثلا كنزه، وعملت جاكيت وهيك. يعني كل شيء بشوفه حلو بعمله. كلهم بيتفاجئوا لما يشوفوا شغلي انه قد ايه حلو وهيك. كلهم بيشجعوني انه افتح صفحه وعلى الانستا وهيك. انفتحتها، اذا حدا مثلا بحب شغله يعملها، ما يتركها هيك وبعدين بينساها وما عادش بيعملها. يعني بيكون عنده موهبه مخبيه بعدين بتروح.